السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم أعزائي الكرام، أعزائي الكريمات، في فيديو جديد على قناتكم تربويات مع الأستاذ محمد البخاري. واليوم إن شاء الله غادي ندير معكم النموذج رقم 2 ديال الفرض الأول مادة التربية الإسلامية المستوى السادس ابتدائي. زاركم أحد أقربائكم في شهر رمضان، وبعد الإفطار تناولتم بالنقاش قصة آسيا زوج فرعون وفضلها على نبي الله موسى عليه السلام، كما شمل حديثكم امرأة عمران ومناقبها وبعثة الرسول محمد صلى الله عليه وسلم. وعند سماع الآذان توجهتم إلى المسجد لأداء صلاة العشاء وصلاة التراويح جماعة. نبدأ بالتزكية. التزكية شنو فيها؟ فيها القرآن الكريم. هنايا غادي نحاولوا نكتبوا من سورة نوح من قوله تعالى مما خطيئاتهم إلى آخر السورة. قال تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، آية 26، فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. آية 27، إذن لم يجدوا لهم من دون الله أنصارا. آية 27، وقال نوح ربي، قال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا. آية 28، إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. آية 29، ربي أغفر لي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزيد الظالمين إلا تبارا. آية 30، وهذه آخر آية في هذه السورة من سورة نوح من القرآن الكريم. صدق الله العظيم. إذن قالها تعالى بسم الله الرحمن الرحيم، مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم تجدوا لهم من دون الله أنصارا، وقال نوح ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا، إنك إن تذرهم يذلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا، رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات ولا تزد الظالمين إلا تبارا. صدق الله مولانا العظيم. إذا ندوزو السؤال الموالي. إذا ندوزو الآن السؤال الثاني. ما هو الحكم التجويدي فيما يلي؟ مما هي غنة للميم المشددة. إذا غنة للميم المشددة. أغرقوا فأدخلوا،
إذن أغرقوا، أغرقوا هنايا القاعدة هي القلقلة. إنك، إنك إن تذرهم، إنك هنايا شنو عندي عاوتاني غنة، غنة للميم المشددة. السؤال الثالث الآن، حدد معنى الكلمات القرآنية الآتية: لا تذر معناها لا تترك، ديار معناها واحدا، تبارا معناها هلاكا. السؤال الرابع، عرف ما معنى الملائكة. إذن الملائكة هي مخلوقات، مخلوقات نورانية لا تدركها حواس مطلق البشر، يعني لا نراها، وتطيع، تطيع الله ولا تعصيه، ولا تعصيه أبدا. أذكر ثلاثة ملائكة وحدد لكل واحد منهم المهمة الموكل بها. إذا نذكر جبريل عليه السلام، ده مكلف بالوحي. ميكائيل عليه السلام مكلف بالأمطار. إسرافيل عليه السلام النفخ في الصور. كان ثلاثة ملائكة وحددنا كل دور كل واحد منهم في المهمة الموكل بها. نعم، دائما في التزكية، هو السؤال الأخير في التزكية، اذكر ثلاثة أسماء لليوم الآخر. ده لليوم الآخر أسماء، وهي يوم البعث، يوم البعث، يوم الحشر، ويوم الحساب، ويوم القيامة. نعم، ندوز الآن إلى الاقتداء والاستجابة. سؤال الأول، أكمل النص الآتي بالكلمات الناقصة: اعتزل الرسول عليه الصلاة والسلام ما كان يعبد مشركو قريش، وكان يتعبد في غار، في غار حراء، ولما بلغ 40 سنة نزل عليه الملك جبريل. نعم، الملك جبريل عليه السلام بالوحي، فكانت أول آية نزل بها عليه هي اقرأ باسم، اقرأ باسم ربك الذي خلق. إذن هي سورة العلق، سورة العلق الآية الأولى. فعاد إلى زوجه خديجة بنت خويلد رضي الله عنه، خديجة بنت خويلد، خويلد، خائفة فطمأنته وهدأت من روعه. وبعد أن نزلت عليه يا أيها المدثر قم فأنذر، شرع في الدعوة، في الدعوة السرية. نعم، لأن الدعوة في الأول كانت سرية، حيث علم أقاربه وأصحابه خلالها التوحيد والإيمان، فضائل الأخلاق، وعلمه الصلاة. نعم، ذو السؤال الموالي، السؤال الثاني، أجب بإكمال العبارات الآتية بالكلمات الناقصة: أول من جمع الناس في صلاة التراويح على قارئ واحد هو، هو من؟ هو عمر بن الخطاب، وعمر بن الخطاب، وقد جمعهم على، على ماذا؟ وقد جمعهم على أبي، أبي، أبي بن كعب رضي الله عنه. تؤدى صلاة التراويح في شهر رمضان، ومن فضائلها مغفرة الذنوب، التقرب إلى الله، تدبر القرآن الكريم، وقيام الليل. سؤال الثالث، أكمل الحديث الآتي: قال النبي صلى الله عليه وسلم من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه،
غفر له ما تقدم من ذنبه. الآن غندوزو إلى القسط والحكمة. سؤال الأول، أكمل قصة آسيا زوج فرعون. خافت أم موسى على ولدها من جنود فرعون، فوضعته في تابوت وألقته في ماذا؟ ألقته في اليم، نعم يعني البحر، فالتقطه آل فرعون، ولما رأته آسيا أحبته وتعلقت به كثيرا، وقالت لزوجها قرة عين لي ولك، لا تقتلوه عسى أن ماذا؟ أن ينفعنا أو نتخذه ولدا. سؤال ثاني، ما هو فضل آسيا على موسى عليه السلام؟ إذا فضل آسيا على موسى عليه السلام هو أنجته من الموت، وأحبته وآوته وربته. السؤال الثالث، أكمل قصة امرأة عمران. كانت امرأة عمران تقية عابدة، وكانت لا ذات لد، وذات يوم عندما رأت طائرا يطعم صغيره ازداد شوقها للولد، فسألت الله أن يهبها ولدا صالحا لتجعله خادما لبيت الله، فلما أنجبت بنتا رضيت بها وسمتها مريم وربتها تربية إيمانية. السؤال الرابع والأخير، ضع علامة في أمام ما استفدته من قصة امرأة عمران. أرضى بما قدره الله خيرا كان أو شرا، أفرح بما أعطاني الله وأستاء إذا لم أحصل على ما أريد، أحزن وأقنط من قضاء الله، أتفاءل وأحسن الظن بالله تعالى. إذا ما استفدته هو الاختيار الأول والاختيار الرابع، يعني أرضى بما قدره الله خيرا كان أو شرا، وأتفاءل وأحسن الظن بالله تعالى. كنت معكم أنا الأستاذ محمد البخاري، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.